لا يليق بنا إلا القمة، فنحن أبناء الطموح. غفرا بالخير 20 سنة، أول بطلة تونسية في رياضة رفع الأثقال. بديت رياضة رفع الأثقال في سن 9 سنين في جمعية تضامن رياضي الألعاب الفردية. من الأول دارنا كانوا رافضين الفكرة هذه نتاع طفلة وتعمل رفع الأثقال، راهو تولي لها بدنها كالراجل، معناها لعبت تحكي لأمي وبابا. أمي كانت قابلة من الأول، ما بابا ما قبلهاش. كيف قبية معناها نمشي نترينا، معناها يضربني وكل يقول لي بطل عليه السبور هذايا، خاطر نهار آخر تولي لي كالراجل أنا، وانا معناها مانيش مستعد باش بنتي تولي لي هكا. انا الحقيقه كبشت في الحاجه اللي نحبها، خاطر تغرمت به من اول حصه تدريبيه. سر النجاح هذايا برشا ناس ما تعرفوش، اللي هو برشا تعب، برشا خدمه، وبرشا تضحيات واصابات. نوصل ما نشوفش عائلتي لمده كبيره، والحمد لله معناها بالرغم هذا الكل حققت برشا ألقاب في الرياضة نتاعي. الحمد لله يا ربي، بعد التضحيات والخدمة الكبيرة والتعب الكبير والثقة بالنفس، تحصلت على 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم مستويات اللي صارت في ماي، والحمد لله بعدها دخلت التاريخ من باب الكبير بحصولي على 2 ميداليات ذهبية في بطولة العالم الكبريات، كأول فتاة تونسية تتحصل على 2 ميداليات ذهبية في رياضة رفع الأثقال. حصلت على العديد من التتويجات في الرياضة متاعي، منهم معناها البطولة الأخيرة اللي صارت في طشقند، بطولة العالم كبريات. التحضيرات كانت قصيرة برشا بحكم كانت كورونا، مقفين علينا الانترينمون والصالة متاعنا مسكرة. كنت معناها مانيش عارفة لي أنا باش نلعب بطولة العالم في آخر وقت. معناها جاني المدرب متاعي مجد بن عمارة قال لي تنجم تلعب بطولة العالم، نجم نحضره في الوقت القصير هذايا. أنا كنت معناها قلت له أوكي نجم نلعب، معناها بحكم أنا عندي عزيمة وثقة بروحي إني باش نوصل نحضر في فترة قصيرة. حد ما ينكر الصعوبات اللي نعديها في الرياضة هذيا في نهاري، انه نقوم الصباح نمشي نترينا ونعاود نرجع العشية باش نترينا، برشا عزيمة وبرشا إصرار باش توصل تحقق الحاجات اللي تحب عليهم في الرياضة هذي. تولدت وعشت وخرجت من حي شعبي اللي هي حومتي، حي تضامن، بالرغم النقص والتهميش اللي فيها، إلا أنه خرجت أبطال العالم. برغم الظروف هذية حققت حلمي ورفعت على مدادي في البلدان الأخرى. رياضة رفع الأثقال تعني لي كل شيء في حياتي، غرامي بها نعدي معناها وقتي الكل، نترينا صباح وعشية، معناها وقتي وحياتي كل شيء معناها في رياضة رفع الأثقال. التحدي والعزيمة يزيد يكبر نهار بعد نهار، معناها كل يوم نزيد نخمم في حاجات باش تخليني أنا نحقق الحلم اللي نحب عليها. وكي نبدا نترينا نبدا نتعب برشا، اما نقول لازمني نكمل، لازمني نخدم، لازمني باش نكبش في الحاجه اللي نحبها باش نوصل نحقق الحلم اللي نحبه. تعرضت لبرشا صعوبات في الرياضه نتاعي، منها فتره الاصابه نتاعي 2019، تعرضت لاصابه خطيره على مستوى المرفق، حرمتني من المشاركه في الالعاب الاولمبيه. حتى حد ما امن بيا، حتى حد ما وقف معايا، الكلهم قالوا غفرا بالخير وقفت، الكلهم معناها يحبوا يخرجوني من الرياضه نتاعي. انا كبشت في حلمتي ووريت لهم اني المراه التونسيه ما يصعب عليها شيء، وتتحدى كل شيء وتوصل للحاجه اللي تحب عليها.
حكم التتويجات اللي عملتهم أنا وأثرت على برشا نساء بلادي معناها، وولوا معناها مغرومين بالرياضة نتاعي، وحبيت نوري لرياضة رفع الأثقال ما تمشيش كان مع الرجال، فما نساء أبطال عالمين منهم أنا. أنا فخورة بغفران ياسر من اللي هي صغيرة قبل ما تحقق اللي عملته وكبرت هذا الكل، خاطر غفران من اللي صغيرة تعبت وكانت مواظبة على الرياضة اللي تعمل فيها وتخدم ليل نهار صباح، وفي مخها كان رفع الأثقال خاطر حاجة تعمل فيها تحبها. وغفران مثال للمرأة التونسية على خاطرها فرحت تونس ودخلت لهم الميداليات في بطولة العالم كبريات، عملت زوج ميداليات ذهبية، والحمد لله أنا فخورة بأختي برشا برشا. كي ندخل كومبيتيسيون نشوف عالم تونس ويرفرف، نحس بفخر كبير، نحس معناها نفرح برشا لبلادي انه معناها عالمها ترفرف بلدان اخرى، ونفرح زاده كي نرى العبيد تبدا خايفه من امراه تونسيه تلعب معاهم وتربح فيهم، والحمد لله يا ربي ان شاء الله ديما فرحتهم، ان شاء الله ديما مشرفه بلادي، وهذه الحاجه اللي تشجعني. وبالرغم معناها الظروف اللي تعدى بها بلادي، انا ديما نحب ان نرفع علم بلادي باش ينسوا شويه من اللي صاير في البلاد. اليوم فرحتي ونجاحي نشوفهم في عينين عائلتي اللي هما اليوم فرحانين بيا وفخورين بيا برشا برشا، وذيك الحاجة اللي تخليني أنا نتشجع ونزيد نقدم ونزيد نكبش في الحلم متاعي. اليوم كاميرا تونسية وبطلة أولمبية وعالمية، نشوف في روحي 2024 ألعاب الأولمبية اللي بتصير في فرنسا، حلمتي باش نكبش فيها، كما فرحت التوانسة الكل، كما فرحت معناها عائلتي، إن شاء الله يا ربي نختموها ب 2024. الحاجة اللي تمنيت يقولوها لي قبل وأنا طابش نقولها لأي عبد عنده حلمة، إمن بروحك، اقفل روحك، أعطي ثقة كبيرة لروحك، فما حتى شيء صعيب، أنت تصنع المستحيل وبقدرة ربي توصل الحاجة اللي تحب عليها.